علشان كيكة وبسكوت، أب حبس بنته مع المواشي من غير أكل. اتفاجئنا في محافظة البحيرة على خبر أقل ما يوصف إنه غير آدم. حبيبة عندها 17 سنة، أجبرها والدها إنها تعيش مع المواشي والخرفان 4 سنين. اللي حصل إن حبيبة كانت بنت طبيعية جدا وعايشة مع والدها ووالدتها لحد ما حصل خلاف بينهم واتطلقوا، والأم أخدت حبيبة وراحت عاشت مع والدتها. بس اللي حصل إن الجدة توفت والأم اتجوزت، فالحضانة سقطت من الأم واضطرت حبيبة إنها تروح تعيش مع والدها. اللي أنا شايفة إن لقب أب خسارة فيه، كان بيقعدها مع المواشي والغنم رغم إنها كانت بتقف تساعده في محل السوبر ماركت اللي كان عنده، وفي يوم أكلت كيك وبسكوت من المحل، وده علشان كان ليها وجبة واحدة بس في اليوم. كان عقابها إنه حبسها أكثر من 60 يوم في بيت في دور لوحدها، وكان بيحط لها وجبة واحدة في اليوم أو كل يومين. ولما الجيران عرفوا راحوا يتكلموا معاه علشان يسيبها، وكل ما حد يروح يكلمه يكسفوا ويحرجوا ويمشي ويقول بنتي وأنا حر فيها وإنها مريضة نفسية. الجيران ما سكتتش وراحوا عملوا للأب محضر في النيابة علشان يلاقوا حبيبة في حالة إعياء شديد، ونقلوها المستشفى وكان نسبة الوعي عندها 5%، وهي حاليا في المستشفى وحالتها حرج، والنيابة بتحقق حاليا مع الأب. تفتكروا علشان كيكو بسكوت ممكن أب يعمل كده في بنته؟ فعلا مش أي إنسان يستاهل لقب أب. شاركونا بكومنتاتكم وتعليقاتكم، وانتظرونا في كل جديد على مباشر من مصر. إعداد وتقديم سالي حمدي.